أفتح رسالة ائتمنني عليها مليكي غمر بن هند قد أوصلها مقصدها. أتمشي الموت برجليك يا طرفة؟ خالي المتلمس، شهامتي وفروسيتي تحضرانني من أن أخون ملكي، وكيف يرسلني مقتولا بين يدي عامله في البحرين وأنا من أمتعه بشعري وأؤنسه بصحبتي صباح مساء؟ أولسيت أنني صاحب المغلقة المذهبة التي لا يخلو مجلسه منها يوم؟ لا، لن أدعك تذهب إلى الموت برجليك. خالي المتلمس، دعني وشأني ولك شأنك. شأنك هو شأني، وإني لست بتاركك. هات رسالتك وسأحرقها أوفى ألف مرة من أن تحرق كبدي بمقتلك. ابتعد عن طريقي يا خال، ولا تدعني أفعل ما أكره، وإن دمي علي أهون بألف ألف مرة من أن يقال بين العرب بأن طرفة ابن العبد خان مليكه. أنا في طريقي إلى المكعبر، وإن كان هناك أجلي فإن الموت ليس لطرفة ابن العبد مخيف. أنت صاحب قرارك يا ابن أختي، إن نويت وإلا فاذهب وحيدا، فإني والله أخاف على نفسي ولن أرسلها إلى التهلكة. أما أنا فقاصد ديار المكعبر. فلتحفظك السماء من كل شر. ما كان الموت يوما بشر، وإن كان وكما حذرتني يا خال بأنني مقتول، فلتكن أبيات من معلقتي آخر ما تسمعه مني، وإن مت أنا فهي حية لن تموت. بخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسمت ترب المفايل باليد، وفي الحي أخوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تلوح وترتدي، أمون كألواح الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجلي. لقب بالفلحة، كني بأبي الفوارس وبأبي المعايش وأبي أوفى وأبي المغلس، وبسبب سواده الكثيف عده القدماء من غربان. يا عندك، إن رضيتما لنفسيكما العبودية فوالله لا أرضاها وأنا عنترة بن شداد، وإن كان سوادي عند العرب عار فسيفي قاطع مغوار، لئن أكو أسودا فالمسك لون، وما لي سواد جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. هي ليست بخيارنا يا عنترة، إنما هي قدر ساقه سواد أمنا زبيبة، واستجلابها كجارية لديار عطس. أنا الأسد الحامي حما من يلوذ بي، وفعلي له وصف إلى الدهر يذكر، إذا ما لقيت الموت عممت رأسه بسيف على شرب الدماء يتجوهر، سوادي بياض حين تبدو شمائلي، وفعلي على الأنساب يزهو ويفخر. ألا فليعش جاري عزيزا وينثني، عدوي ذليلا نادما يتحسر. أنت تعرف يا أخي أنني خير من رمى بسهم، وأنك خير من لعب بسيف، ولكن أين نبلي من حريتي؟ وأين سيفك إلا في التراب؟
تقطع به الرملة وتدمي به الحجارة. اصمت يا شيبوب، أنت أحق الناس بمعرفتي. سأظل أنشد حريتي بسيفي وعضدي حتى أحصل عليها. واذكر قولي حينها، إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باعا، فلا تخشى المنية واقتحمها، ودافع ما استطعت لها دفاعا. ولا تختر فراشا من حرير، ولا تبكي المنازل والبقاع. نحن نعلم بأن شداد قد بخسك حقا في غزوه لطي، إذ فرض لك نصيب العبد. ولكن ما هذا الصوت؟ ما هذا الصراخ؟ هيا تحركوا يا رجال، هيا تحركوا. ها قد جئناكم يا مريعب، فاعلموا الطريق خير من وضع الصحراء. ونحن سادة القوم النجراء. هذه فرصتك يا عدرا، اهزم بسيفك. هيا يا اخي اهزم بسيفك. لا، ما كان ولا أجننت يا عنترة؟ كنت تنشد فخرك بنفسك، والآن تتقاعس عن فرصتك في إثبات فروسيتك؟ قم يا عنترة، أهجم يا أسد عكس. ألا ترى على طيب يقتلون رجال عكس ويسبون النساء؟ عنترة، أين أنت يا عنترة؟ هيا يا عنترة، القوم اجتمعت وقتلت وذبحت، أجل قومك يا عنترة. أجبه يا عنترة، أجبه. كر يا عنترة، كر. العبد لا يكر، لا يحسن العبد إلا الحلال والصرم. عنترة، كر يا عنترة. لا يحسن العبد الكر، كر كر وأنت حر. يا بني طيب، أتاكم عنترة العبسين؟ يا بني عبس، أتاكم عنترة؟ واشهدي يا عرب، واشهدي يا صحاري اللهب، بأنني أنا الهجين عنترة. كل امرئ يحمي حرة أسوده وأحمرة، والشعرات المشعرة الواردات المشعرة. Thank you.